لكما قد خط حبر القلم، وهنا قد فاح عطر الكلم، وكذا هذه المعاني نسجت لنرى أطفالكم فوق القمام. نسجت في الفكر أبهى صورة، وغدت ديجور ليل الظلم، في لقاء تلقى به فائدة من خبير ناصح للفهم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج لكما، الذي خصصناه للآباء والأمهات والمربين والمربيات والمعلمين والمعلمات للتعامل مع مشكلات الطفولة. ومشكلتنا اليوم هي مشكلة العدوانية لدى الطفل. كيف يتكون هذا السلوك لدى الطفل؟ كيف نتعامل معه؟ كيف تؤثر البيئة من أب أو أم أو مدرسة أو غيرها على إيجاد هذا السلوك؟ وغيرها من الممارسات التي سنتداولها بإذن الله عز وجل في هذه الحلقة مع الدكتور همام بن عبد الرحمن الحارثي، خبير الطفولة. أهلا وسهلا بسعد. يا مرحبا، حياك رب. الله يرضى عليك. الله يسلمك. عودا على ذي بد، العدوانية هل منشأها الأساسي هي بيئة الأب والأم في القسوة والضرب والإهانة لدى الطفل؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، حياك الله أبو عمر. بالفعل العدوانية هي من المشكلات الأكثر انتشارا عند الأطفال، ويعني في أسباب كثيرة لنشوء مشكلة العدوانية عند الأبناء. البعض يعتقد أن العدوانية فقط هو الضرب باليد وربما تجني يعني على الآخرين، وهذا طبعا يعني قاصر، لكن عندنا العدوانية حتى الجانب اللفظي، حتى ربما الجانب المعنوي، محاولة تقليل من الآخرين، احتقارهم، ما يعرف بالتنمر اليوم في المدارس بالذات يعني. وكذلك طبعا خلينا نقول الفكرة الأكثر انتشارا اللي هو موضوع التعامل بالضرب أو محاولة إيذاء الآخرين. العدوانية دائما بحسب الدراسات تنشأ عند الأطفال اللي يكون عنده تمركز عالي حول الذات، بالتالي هو لا يتقبل فكرة النقد، لا يتقبل التوبيخ، لا يتقبل. فعندنا مشكلات أخرى سببت موضوع العدوانية، والدراسات كذلك تشير ان العدوانيه ترى موجوده عند الاولاد والبنات بنسبه متساويه. عجيب. اي عند عمر 10 سنوات موجوده عند الاولاد والبنات بنفس يعني النسبه، وبعض يعتقد مثلا انها موجوده عند الابناء اكثر باعتبار ان الطبيعه الجسمانيه عند الابناء تستدعي منهم ربما التواصل باليد يعني، او ربما موضوع العدوان والتعامل بشكل مؤذي يعني. هل الجانب العدواني دليل على سوء في الطفل؟ لا يلزم، لكن هي مشكلة تربوية. البعض يستطيع أنه يعني يتحدث، والبعض يستطيع أنه يلمس، يعني هي جزء من شخصيته، لذلك اسمع شوف هو طريقته في التعبير بهذه الطريقة. لكن الشخص القاصد هو طبعا اللي فيه المشكلة. يعني لما الإنسان يقصد أنه يؤذيك سواء بلفظه من خلال أنه يوبخك أو يقلل من قدرك وقيمتك أو ربما يحتقرك أو كذا، هذا عندنا في إشكال تربوي، لأنه الإنسان له كرامة يعني، ولا يرغب حقيقة أي إنسان أنه يكون هو محط احتقار الآخرين. إيش الأسباب الرئيسة في وقوع هذه العدوانية من الطفل على غيره؟ هناك أسباب كثيرة، يمكن أظهر سبب موضوع القسوة. لما يكون أنا ابن يتم التعامل معي بقسوة من قبل الأب والأم، بنشأ كطفل عدواني عشان أدافع عن نفسي، فأنا أبغى أشعر بالأمان. وسيلتي لوجود سياج لأمني الداخلي هو أني أدافع عن الآخرين، أدافع عن نفسي من الآخرين، فأبدأ بإيذائهم حتى ما يصلون إلى مكاني، هذا المكان الآمن. فقسوة الأب والأم تنشئ عندنا طفل عدواني. ولذلك لما تجينا استشارة، والله أنا ضربته وأنا سويت فيه وأنا، لا دقيقة، أنا ضربته ليش؟ والله عشان كذا. طب هل هو يضرب؟ إيه والله هو يضرب، أنا ما أدري ليش هو يضرب. شلون ما تدري كيف يضرب وأنت تستخدم وسيلة الضرب؟ لذلك قسوة الآباء والأمهات في التعامل مع الأبناء ينشئ عندي طفل عدواني، ويتعامل دائما من خلال استخدام اليد، ويتعامل كذلك ربما بفظاظة وغلظة، وهذا حقيقة شيء لا نرغب في وجوده، خصوصا طبعا عند الأطفال في المرحلة العمرية الأصغر يعني. جميل. يعني تلقاك تمر عليك بعض المظاهر أن نعم. الطفل في البيت يقول هذا في البيت هذه ما يطلع منه كلمة. نعم صحيح. بينما في المدرسة تلقاه عدواني. نعم. وهنا يجي السؤال، الجانب أني أعطيه حريته في البيت وأنه نعم. فعلا يتحرك. هو الطفل يتحرك بناء على شعوره بالأمان.
لذلك أحد الأسباب الرئيسية في العلاج أن يشعر الطفل بالأمان. لذلك لما هو أي مكان لن يشعر فيه بالأمان سوف يكون شخصية عدوانية ترغب دائما أنها تدافع عن نفسها. ولذلك الـ 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 الوصية التربوية التي نحن نوصي فيها الأباء والأمهات أن موضوع القسوة في التعامل يجب أن لا يكون من ضمن قواميسنا في التعامل مع الأطفال. كذلك ربما من الأسباب موضوع المشكلات الأسرية. إذا كانت المشكلة موجودة والابن دائما يشوفها أو الأب والأم يستخدمون الضرب غالبا هذا سوف ينتقل إلى الأبناء بطريقة أو بأخرى لأنه جالس يشوف هذا يتكرر أمامه. وأنا يعني طبيعي أني بأخذ هذا السلوك يعني أعتقد أن هذا هو السلوك الصحيح. عدم تقبل الطفل للآراء وعدم تقبل النقد وعدم تقبله للمواضيع الحوارية يجعله يدافع عن نفسه بهذه الطريقة. بالتالي يجب أن يستخدم بعض التمارين لإفهام الابن أن موضوع النقد يختلف نقد الشخص عن نقد سلوكه، وهذا الذي دائما نحن نتحدث عنه في قضية الحب المشروط والحب الغير مشروط. في المراحل العمرية الجانب العدوانية عند الطفل كيف أتعامل معه؟ يعني أحيانا الرضيع طيب واللي كبر شوي بينما العاقل احنا نوصي دائما كتربويين ان من الولاده ان لا يتم التعامل مع الطفل بالضرب، وان الطفل اذا ضرب ابدا ادخل في علاج اما جانب وقائي واما جانب علاج لهذه الاشكاليه. فما اترك للطفل مجال اقول والله هذا صغير ونضحك وطق شوفوا طق فلان طق علان ونبدا ناخذ الموضوع ضحك ويعني تقضيه وقت، وبعدين لما يكبر والله نقول يا اخي كيف طلع ولدنا كذا؟ طيب ما هو يمكن صغير ما تعاملنا معه بطريقه تربويه. لذلك دائما نحن نوصي بهذا، والواحد يحاول يقلل يعني من الاشكالات التربويه الموجوده داخل البيوت. احيانا فعلا نحن اللي نسويها يعني احنا نقول راح اضربه روح اضربه ونضحك ناخذ الموضوع فله ويروح اليوم ويصير الطفل جزء منا. طيب انتم ضحكتوا على ضرب، فهو يعتقد ان هذه هي الطريقه الصحيحه. لذلك في موضوع التنشئه يعني وقت ما الطفل يبدا في اكتساب العادات والسلوكيات ويشكلها بناء على المحيط اللي هو يعيش فيه، لأن أي تربية قائمة على فلسفة، والفلسفة تنطلق من المجتمع. فالإنسان اللي يشوف هذه الطريقة أمامه يشوف أب يضرب يشوف أم تضرب يشوف الأب والأم يعني يتفاعلون فيما بينهم بالأيادي بينشأ عندنا هذا طبيعي يعني. بل أني أصلا جزء من الثقافة يصير عندي أخذ حقي بيدي أخذ حقي بذراعي وأنا ما أدري هم يقولون له كذا أخذ حقي، هو يبدأ ينشأ بهذه، وهذه طبعا طريقة غير صحيحة. الأصل أن الإنسان دائما، لذلك هذا ربما في الجانب الوقائي يتواصل من خلال الكلام يعني. طيب خلينا نأخذ الجانب الوقائي يعني نفرده. حنا حتى لا يقع الابن في موضوع العدوانية دائما نوصي أن الآباء والأمهات يشعرون أبنائهم بحد أدنى من موضوع الأمان. لابد يشعر داخل الطفل داخل البيت أنه آمن أنه يعبر عن أفكاره، آمن أنه يستطيع أن يتحاور مع أي أحد، آمن أنه يستطيع أن يلعب بدون ما نوجد له. هذا متى توجد؟ لما ننشئ قواعد تربوية. يا سلام. إذا ما كان في قاعدة وكل يوم أنا بأتخذ قرار بناء على مزاجي، اليوم أنا تعبان بطلع حرتي في العيال، والله اليوم أنا راضي مبسوطين فلين أمها والوضع فلة لا لازم يكون في موجود قواعد في البيت. القواعد هذه يلتزم فيها الجميع والجميع يتشارك في صنعها. فلما نتفق مثلا أن اللعب مدة ساعة من كذا لكذا ساعة، فالطفل يحس أنه آمن لأن هذا هو وقته المخصص. لكن لما كل يوم أغير كل يوم يكون عندي نظام جديد، الأطفال بيكون عندهم إشكالية تربوية. رقم اثنين، أعلم ابني أنه يتواصل من خلال الحديث. لذلك حتى في موضوع الصراخ حتى في كذا أنا دائما أقول أسوي كذا وأقول أتكلم، هذه الحركة معناتها سولف سولف سولف، أسمعك أنا أسمعك سولف علي، لا تصرخ لا تضرب لا تمد يدك، سولف معي إيش تبغى ماذا تريد، بناء عليه يتم الحوار. خصوصا إذا كان الموضوع أو الطلب اللي يبغاه الابن مقبول، ايش المانع ان الاباء والامهات يقبلونه؟ يا سلام. يعني لا ناخذ الموضوع حنا بعناد الكبار، وانما ناخذه لغرض تعديل سلوك الابناء والوصول معهم الى شيء يكون في نفع لهم، تهيئتهم للحياه، وهذا اللي حنا نبغاه. اليوم هو عندي، اليوم يضرب هو عندي في البيت، بكره بيضرب عيال الناس يعني. اليوم انا اتفاهم معاه وخلينا نقول الدعوه محفوفه عند عيال عمه وكذا، بكره عيال الناس في المدارس ما بيرضون ان واحد يضرب يعني ابنائهم. ونحو ذلك. فنوجد حوار دائم داخل البيوت، ويكون هذا طبعا ديدا لجميع البيوت. جميل. استاذنكم سعد، بناخذ فاصل ونعود مره ثانيه. في لقاء تلقى به فائده من خبير ناصح للفهم، في لقاء تلقى به فائده من خبير ناصح للفهم. أهلا وسهلا عودا على ذي بد.
احنا ابو سعد الان اخذنا الجانب الوقائي واخذنا فيه نعم. اهميه الحوار. ماذا لو اتصلت المدرسه على الاب وقالت له ان ابنك اعتدى على مجموعه من الطلاب او ضربهم، كيف اتعامل انا كاب مع هذه المشكله؟ طبعا ذكرنا يمكن جزء منه في الجوانب الوقائيه، يعني موضوع الحوار لازم يكون موجود، موضوع بيان المآلات، يعني الانسان اللي يفتعل المشاكل وكذا انسان غير مرغوب فيه اصلا، غير مرغوب فيه في واقع الحياه، غير مرغوب فيه في الحياه الاسريه، غير مرغوب فيه في الحياه العمليه في الوظائف. فاستشعار مثل هذا قد يساعدنا في موضوع علاج المشكله. كذلك دائما احنا نقول خلي الابن يتحاور ونعرف ما ايش اللي يبغى، يعني اللي تبغاه تستطيع انك تاخذه بطريقه اخرى غير موضوع العدوانيه وغير ربما موضوع التعامل بقسوه على الابن. خصوصا طبعا انا يمكن الضرب هو واضح وظاهر، لكن اني استحقر الاخرين او اني مثلا اوبخهم او هاوشهم او كذا، هذا نوع من العدوانيه ربما غير يعني متطرق لها بشكل كبير. هو بس الان خلينا ناخذ المشهد كذا، ناخذ لقطه اتصلوا علي وجيت للابن. نعم. الابن ضرب له احد من الطلاب. نعم. اول ما اقابل الابن كيف اتعامل معه؟ هو طبعا احنا نفضل طبعا الاب يحتوي الابن بعدين يتم الحوار معه في البيت، يعني داخل المدرسة قد ما يكون من الجيد لهذا، وإنما دور المرشد هو التعامل معه. لكن لما أروح معه في البيت أبين له يعني مثلا مآلة الأمور أن هذه غير مرغوب فيه. بعدين أنت ترضى أحد يضربك؟ لا تضرب عيال الناس طبيعي. فأي شيء أنت لا ترغب أن يكون يعني واقع عليك لا تتعامل فيه مع الناس. فمعرفة أسباب أو دوافع العدوانية يجعلنا نستطيع أن نتعامل معها. ربما الابن طلبه بسيط، او ربما الابن عنده حق مثلا في الموضوع اللي يبغاه لكن وسيله تعبيره خاطئه. جميل. فنقول تستطيع انك تعبر عن مثلا مشاعرك، تستطيع انك تعبر عن ما ترغب فيه من غير هذه الوسيله. لذلك قد يسحب مثلا هذا مشكلات اخرى مثل الغيره، مثل خجل، ربما حتى يدافع عن نفسه، فيكون عنده يعتبر ميكانيزمات من ميكانيزمات الدفاع انه يبدا يستخدم مثل هذه الطرق. الجانب الاخر اللي يعزز عنده العدوانيه اني اقول الا صح اللي سواه صح واجي ادافع عنه عشان اني اعزز ثقته. اي لا لا، هذا طبعا ليست وسيله تربويه صحيحه. الاصل ان الاخطاء لا تبرر وانما يتم محاوله علاجها. وكذلك ربما نقول للابن انه معلش انت وقعت بخطا وحنا نحترمك ونقدرك ونحبك وتولدنا وعلى العين وعلى الراس، لكن هذه الطريقه مو صحيحه في التعامل مع عيال الناس. يعني من المشكلات الحقيقه الشائعه جدا ان خليناها في الاخير عشان ناخذها كعلاج. نعم. جانب اثر الشاشات والتلفاز. نعم. ووسائل التواصل على الادوات ووسيله اللي يمكن ربما الاكثر لنشوء القضيه العدوانيه موضوع التلفزيون. الابن لما يشوف كثير من البرامج والافلام والمسلسلات أو حتى افلام ربما الكرتون فيها ذبح ومذابح وطق وكذا، يبغى يصير رامبو، يعني يبغى يصير يعني شخص يشار له بالبنان. لذلك قد ما يكون في مرحله بالذات عمريه، مرحله طفل ما قبل المدرسه وربما حتى في المرحله الابتدائيه، قد ما يكون من الصواب عرض المقاطع اللي فيها قتال وعدوانيه تجاه الابناء. يمكن احنا الكبار قد نفهم مثلا هذا يدافع عن نفسه، او مثلا هذا ربما ينتصر لمثلا مجموعته او كذا اذا يعني كان في مثلا في فيلم ولا كذا، لكن الاطفال ما يفهمون هذا الكلام. لذلك حتى الـ يعني الافلام الكرتونيه اللي هي يجب انها تكون موجهه للطفل، يجب انها لا تحتوي على مثل هذه المشاهد. ولذلك حتى الدراسات تشير الى هذا، يعني موضوع اثر التلفاز على الواقع الـ يعني الـ الأطفال كبير. وفي دراسات تشير إلى أن الأعداد ضخمة في عدد اللقطات التلفزيونية اللي فيها ربما الأشياء خلينا نقول عنف تجاه موجه للأطفال. لذلك ما ننصح بهذا، والأصل أن نبني عند الأبناء الجوانب التربوية، الجوانب القيمية، الجانب النمائي، موضوع بناء اللغوي، محاولة اكساب اللغة بطريقة صحيحة، محاولة غرس قيمة معينة تكون بإذن الله عز وجل نافعة له. ماذا لو مورس العدوان على ابني؟ يعني كيف اهيئ الجانب انه يتقبل هذا الجوانب ويستطيع انه نعم، هو نحن لا كما ان لا نرضى ان الابن يعني يوقع على احد عدوان، لا نرضى ان ابنائنا يقع عليهم شيء. لذلك نقول للابن دافع عن نفسك. اذا كان مثلا في المدرسه الاب المدير موجود، المدرس موجود، المرشد موجود، الاصل فيهم انهم قادرين على التعامل مع مثل هذه المشكلات. لذلك لا ترضى باي حال من الاحوال ان احد يضربك او يغلط عليك، في نفس الوقت لا تغلط على احد ولا تضرب احد.
لذلك إذا أحد أوقع عليه هذا نقول روح اشتكي للمدرس أو اشتكي للمرشد الطلابي، هو قادر على التعامل مع مثل هذه المشكلات داخل المدرسة. خارج المكان الأب والأم هذا دورهم في قضية احتواء المشكلات والتعامل معها والتواصل مع الآخرين في عدم موافقتهم على هذا، وحنا ما نرضى والله يا أخي واحد يجي يضرب عيان حتى لو كان من الفئة القريبة يعني. وفي مرحلة المزح بالذات يعني حنا نقول لا تمزح مع الأبناء في هذه المرحلة باليد دائما، وإذا مزحت معه بين له أنه مزح وخله يقابلك بمزح آخر حتى يكون في نوع من التكافؤ يعني. يا سلام، يعني هذه صراحة وصية ثمينة، يعني فكرة المزح مع الطفل باليد سواء للأب والأم المعلم والمعلمة تقطع كثير من العدوان. صحيح. طيب في مشكلة من المشكلات اللي موجودة في البيت وشائعة، الأب شديد وعدواني ويمارس الضرب والأم يعني هادية، أو العكس، كيف كيف يتعامل الطرف الآخر مع هذه المشكلة؟ يعني هي عدم توافق طريقة التربية، وهذا ربما تطرقنا له في أكثر من حلقة، لكن احنا نقول دائما لازم احنا نقول الناس على ثلاثة يعني أنواع. في إنسان جاهل، هذا الإنسان الجاهل يعلم. في إنسان يعرف لكنه تنقص المهارات، هذا احنا نعطي المهارات يدرب ياخذ تدريب. وفي إنسان معاند، هذا بكيف عاد ما نقدر نقول له شيء يعني، واحد ما يقول لك لا ما أبغى، أنا أعرف أنه كذا بس ما أبغى أتعلم. لكن الإنسان اللي جاهل يتعلم، والإنسان اللي تنقص المهارات يتدرب، والإنسان الجاهل أو المعاند هذا يعني يتجاوز إلى من يكون ربما مكان أكثر تأثيراً وأكثر نفعاً بإذن الله عز وجل. جميل، الله يجزاك خير وسعد. آمين. مستمتعين يا مرحبا. في أمان الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في لقاء تلقى به فائدة من خبير ناصح للفهم.